نرحب فيكم مشاهدي اون تايم مع الموعد لحلقه يوم الخميس 30 اذار 2023. انا وزميلتي ريتا بعناوين حلقتنا لليوم: زينب زعيتر قتلت بدم بارد، لايمتى رح يستمر مسلسل قتل النساء بلبنان؟ اول لبناني بيلعب دور بطوله بهوليوود. عودة للتوقيت الصيفي بعد بلبلة واسعة بالبلد. سرقة كنيسة مار أنطونيوس البدواني. للمرة الأولى امرأة على رأس هيومن رايتس واتش. الدولار أو الذهب، أيهن الأفضل للإدخار؟ منخفض جوي رح ينحصر تأثيره يوم غد الجمعة. انتظروا جديد الانستغرام قريبا جدا. وبفقرة معلومة طبية، طبعا بفقرة صحة اليوم رح نحكي عن أنواع البشرة وطرق العناية فيها. أما بالنسبة لضيوفنا لحلقة يوم الخميس، رح يكون معنا رندا فرح مؤسسة I Have Learned Academy والأبتيفيتي لنحكي عن هالمبادرات اللي بتفرجي صورة لبنان الثقافية. طبعا رح يكون معنا سنة العرب أمينة سر مجموعة لبيروت الاجتماعية حتى نحكي اليوم عن الهدف من توقيع اتفاقية مع مركز النقاء الطبي. ورح يكون في عنا وقفة مشاهدينا مع معرض ألو بيروت مع منسقة العلاقات العامة بالمعرض سلمى أبو عساف. ورح يكون معنا أيضا ضيف مميز ربيع أبو جودة مؤسس عيادة مار يوسف بدير الحرف ليحكي اليوم أكثر عن معرض عن الجبل والساحل. حلقة أون تايم مع الموعد رح تبدأ معكم بعد شوي، تابعونا.